إلينا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. يعني كيف ترى أهمية هذا المؤتمر في ظل هذه التطورات، وأيضا يعني كيف يمكن أن نسمي هذا الامتحان امتحان جديد كاشف للمجتمع الدولي وما سيصدر منه من دور ولمواجهة هذه المسؤوليات؟ أهلا بك مروة وأهلا بك باسم، وصباح الخير عليكم على كل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن هذا المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة بالأردن بدعوة من مصر والمملكة الأردنية هو بيعكس أولا الدور الكبير الذي تقوم به مصر وكذلك المملكة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني وفي تخفيف المعاناة الإنسانية في ظل هجمة غير مسبوقة وعدوان همجي لم يحدث في التاريخ حقيقة، يستخدم كل سلاح الدمار الشامل وسلاح التجويع ضد الفلسطينيين ويمنع الغذاء والماء والدواء والكهرباء. هذا الدور حقيقة كان دورا بارزا في الجانب المصري وأيضا في الجانب الأردني. يعني على لغة الأرقام، مصر قدمت أكثر من 87% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ولسكان القطاع، وشكل معبر رفح شريان الحياة الأساسي، وأيضا مصر استقبلت آلاف الفلسطينيين من الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية. كذلك أيضا دور الأردن الشقيق قام بدور مهم أيضا، لأن الأردن هو أول دولة أسقطت المساعدات الجوية حقيقة في شمال قطاع غزة، وكان أيضا لمصر دورا مهما أيضا في إسقاط هذه المساعدات الإنسانية. وبالتالي هذا المؤتمر بيعكس أولا الدور الكبير الإنساني لكلا البلدين، كلا مصر حقيقة والأردن، في هذا المسؤولية الإنسانية، في العمل على تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني، العمل أيضا على هجد الدعم الدولي في هذا الاتجاه. وهنا يدرز الأهمية أو الدلالة الثانية لهذا المؤتمر أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية حقيقة في ظل أوضاع كارثية، يعني لا يمكن وصفها إلا بالكارثية التدميرية. 90% من سكان قطاع غزة هم مهجرون من منازلهم، مات أكثر أو استشهد أكثر من 37,000 شخص و10,000 مفقود، وتم إصابة أكثر من 80,000 شخص، وهناك منع كامل للغذاء والدواء والكهرباء والماء وكل أساليب الحياة. وإسرائيل أيضا جاء في توقيت مهم بعد احتلالها معبر رفح بصورة شكل غير قانوني وفي ظل استخدام سلاح التجويع من جانب حكومة الحرب الإسرائيلية لكسر إرادة وصمود الفلسطينيين. كل هذا الملف بيؤثر ويمثل اختبار حقيقيا للمجتمع الدولي وللإنسانية حقيقة. هذا المؤتمر أولا هو كاشف لحجم الأزمة في قطاع غزة، ثانيا هو بيضع الآليات والأدوات المهمة للعمل على حشد المساعدات الكافية، وثم سبل إدخال هذه المساعدات في ظل التحديات والعقبات التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يمكن يا دكتور أحمد الجهة اللي بتكون منوط بيها القيام بمثل هذا الدور مفروض هو مجلس الأمن بطبيعة الحال، ولكن في ظل فشل تام وعجزه عن القيام بهذا الدور على مدى 8 أشهر كاملة من الجرائم الوحشية اليومية اللي بنشهدها في قطاع غزة، هل من وجهة نظر حضرتك بتزداد أهمية مثل هذه المؤتمرات في ظل هذا العجز لمجلس الأمن الدولي من أجل يعني الوصول إلى حل و اختلاف الوضع حاليا، الوضع الكارثي اللي حضرتك اشرت اليه في قطاع غزه؟ في الواقع باسم هذه نقطه مهمه، لان حرب غزه حقيقه كشفت اولا ثغرات وعورات النظام الدولي. سقط الغرب للاسف وما كان يسمى المجتمع المدني العالمي والمنظمات الدوليه التي تدافع عن الانسانيه واعمال الاغاثه كلها سقطت يعني فشلا ذريعا في اختبار غزه، وجدنا حتى تسييس الانسانيه من جانب الغرب. يعني عندما بعد قرارات محكمة العدل الدولية الأولى التي طلبت إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لمنع جرائم الإبادة الجماعية، وجدنا هناك عقابا غربيا للأونروا، وتم قطع التمويل من جانب أمريكا والدول الأوروبية في محاولة لتسييس الإنسانية. وهناك أيضا تغاضي حقيقة عن ما يقوم به المجتمع الدولي، عما تقوم به إسرائيل من جرائم. كل هذا كشف الازدواجية في المعايير حقيقة عندما نقارن بين ما حدث في غزة وهذا التراخي وهذا التغاضي الغربي، وعندما نجد الانتفاضة الغربية مع مثلا ما حدث في أوكرانيا وغيرها من الأزمات. وبالتالي كانت غزة اختبار كاشفا لهذا مصداقية المجتمع المدني، منظمات الدولية، منظمات القانون الدولي، ومنظمات ما بعد الحرب العالمية الثانية سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وعجزه وفشله في حفظ الأمن والسلم الدوليين أو المنظمات الخاصة بالإغاثة والتمويل والعانة الإنسانية. ووجدنا أيضا أمام جرائم إسرائيل واستهدافها هذه المنظمات والعاملين فيها لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وسط هذا المشهد القاتم كانت دائما النقطة المضيئة حقيقة هو الجانب المصري والجانب العربي. مصر قدمت طريق للإنسانية لكي تسير عليه. مصر عندما التزمت كدولة مسؤولة في الأمم المتحدة و
قدمت الإنسانية ورفضت تسييس الإنسانية ورفضت استخدام سلاح التجويع، وأيضا الأردن الشقيق والدول العربية، كل هذا بيعكس حقيقة أن مؤتمر اليوم يمثل اختبار حقيقي ويمثل أهمية أولا لكاشف حجم الغزة والكارثة الإنسانية في غزة. النقطة الثانية أنه أيضا يأتي في سياق وضع أسس محددة، لأن الوضع كارثي، يعني هناك مخاطر مجاعة في غزة في شمال غزة، وهذا بشهادة الأمم المتحدة، وبالتالي هذا ما سنتابعه دكتور أحمد يوم غد، فعاليات هذا المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج فيما يخص الأزمة وعملية الإبادة الجماعية وأيضا التجويع المستمر حتى الآن في قطاع غزة المنكوب. دكتور أحمد شكرا لك على وجودك معنا. أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية.